نتشرف بحضوركم الكريم ونشكركم على هذه المشاركة الطيبة. وجودكم مشجع جدا في عرس اللغة العربية في أول أربعاء من كل شهر في تمام الساعة 7. إن شاء الله نبقى على هذا الموعد وندعو الجميع إلى المشاركة بأي نوع من الكتابة، النثر، القصيد أو المحاضرة الأدبية أو الثقافية. أحب أن أشارك بعمل متواضع باللغة العربية وعمل باللغة الإنجليزية. بالعربي قصيدة نثرية، يعني الدكتور علي عجمي علمنا أنه لا نسميها قصيدة إذا كانت نثرا، لكن العنوان دعيني أحبك بضع سنين. دعيني أغازلك هذه الليلة من بعيد، فلا ضير من كلمات بعيدة وحزن دفين. ما ضر لو أني وصفت عيونك بهديل الحمام وابتسام الربيع وضوء مشكات عند السحر. ما ضر لو أني حملت إليك الورود التي رسمت على أوراق الخريف وتركتها حيث لا تسكني فوق الرصيف تحت المطر. ما ضر لو أني ترنمت إليك شعرا ونثرا حبا وشوقا وأنت تنامين تحت فراشك كالياسمينة خلف الحديقة حيث تنام القطة البيضاء كل مساء. دعيني وحيدا أرتل إليك الحب شذورا حروفا أو تناوي وأنت تنامين ولا تشعرين. دعيني أحبك بضع سنين.